حياكم الله إلى مكتب مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. وافقت بغداد على تمديد اتفاقية تصدير النفط العراقي الخام مع الأردن حتى 26 من شهر حزيران من عام 2025، ويقوم الجانب الأردني بموجب الاتفاقية بشراء النفط الخام العراقي على أساس سعر خام أو على أساس سعر خام نفط برنت الشهري ناقصا 16 دولارا للبرميل الواحد لتغطية فرق النوعية وأجور النقل. يستورد الأردن النفط العراقي منذ عقود، حيث أكد الجانب الأردني أنه بموجب تمديد العمل بمذكرة التفاهم سيتم تزويد المملكة بما لا يزيد على 15 ألف برميل يوميا. بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الإجمالية من الدولار الأمريكي خلال الأشهر الستة الماضية أكثر من 26 مليار دولار. باع البنك خلال هذه الفترة 26 مليارا و 539 مليونا و 598 ألفا و 281 دولارا بمعدل شهري بلغ 4 مليارات و 423 مليونا و 266 ألفا و 380 دولارا. وكانت أعلى مبيعات للدولار خلال شهر أيار، حيث بلغت المبيعات فيها أكثر من 5 مليارات و 258 مليونا و 79 ألف دولار. بلغت استيرادات العراق للحنطة من أستراليا أكثر من 300 مليون دولار خلال عام 2023 حسب موقع تريد ماب، الذي يوفر خريطة للتجارة أو خريطة التجارة للصادرات والواردات والطلب الدولي والأسواق البديلة والتنافسية. هذا وذكر الموقع في إحصائية على موقعه الرسمي أن العراق استورد الحنطة من أستراليا خلال العام الماضي بكمية بلغت أكثر من 996 ألف طن بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 323 مليون دولار. أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة ثابتاً عند 50% وفقاً لما جاء في بيان صادر عن البنك عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية للمركزي التركي. وأوضح البيان أن المؤشرات الرئيسة للتضخم الشهري في تموز تشير إلى إمكانية الارتفاع نتيجة التعديلات السعرية والضريبية. وأكد البيان أن اللجنة قررت إبقاء سعر الفائدة ثابتاً مشيرة إلى نيتها الحفاظ على موقف السياسة النقدية المتشدد حتى يجري تحقيق انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري في البلاد. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.